السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي دفعة 40. اتمنى كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. باذن الله هنبدا في هذا الفيديو نستكمل الاديسون ديزيز، تحديدا مع الاكزامينشن اوف الاديسون بيشنت. يلا بينا نصلي على اشرف الخلق اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اكزامينشن اوف الاديسون بيشنت، كالعاده السؤال ممكن يبقى دايركت اكزامينشن اوف الاديسون بيشنت، او ممكن يجي لك يسالك عن ما يكافئ الاديسون ديزيز اللي هو اكزامين هايبوتنسيف بيشنت ويز بيجمنتيشن. ده يساوي ايه؟ ده يساوي اديسون ديزيز، وشرحت لك بقى اعراض نقص كل هرمون في الفيديو السابق. هنبدا نعمل ايه؟ هنبدا نخش نحيي البيشنت واقدم نفسي. السلام عليكم، انا دكتور هاني هاشم طارق في الفرقه الرابعه. استاذنك طبعا بعد ما تقف على يمينه ان انا اعمل الفحص التالي تحت اشراف الدكتور. تمام، ادي ضرب حلو. بعد كده نخش على التكنيك. كالعادة احنا بنبدأ أول حاجة بالديباجة بتاعت patient is conscious alert oriented time place and person no decubitus والcolor على حسب بقى، ركز فيه لأن احنا هنعلق عليه دلوقتي، والfaces no special faces. حلو، الcolor غالبا العيان اللي عنده أديسون بيبقى بالور. ليه؟ أصل الكورتيزون بيبقى قليل، وأنا متفق معاك إن الكورتيزون بيعمل لك إيه؟ بيزود لك الـ RBCs. دلوقتي الكورتيزون قل، فبالتالي الـ RBCs كمان هتبقى قليلة والعيان هيبقى عنده انيميا وعنده بالور. حلو ماشي، فالكلر بس اركز ان انا ممكن اعلق واقول العيان عنده بالور. البالور ده زي ما هشرحه لك بقى، سواء بنشوفه في الميوكس ممبرين او في ايدين العيان زي ما هشرحه لك ان شاء الله بالتفصيل في الكارديو لو ربنا قدرنا يعني. ماشي، نخش بعد كده على الفايتال ساين. بنقيس بقى التمبريتشر، مش بقيس، انا بقارن التمبريتشر مثلا بتاعت ايديا بايد العيان وهكذا، اقارن مثلا التمبريتشر بتاعت ايد العيان بوشه وهكذا. حلو ماشي، بعد كده البلس، ببدا اقيس البلس وابدا اعلق عليه، لكن انت ان شاء الله مش هتحتاج تعمل كده. طيب البلاد بريشر، ركز ان البلاد بريشر هيبقى ديكريز، وبوسترال دي مهم قوي، يعني هقول للدكتور انا هقيس له الضغط وهو قاعد مره وهو واقف مره. هتلاقي السؤال اللي هيجي لك بعده على طول المفروض الفرق بين القياسين يبقى قد ايه؟ حدود 20 ملي متر مركري، وقلت لك ده السؤال اللي انا اتسالته في اللجنه عندي. ماشي، يبقى الضغط بقيسه بوسترال، يعني بقيسه وهو واقف مره وهو قاعد مره. ماشي، ولازم الفرق ما بينهم يبقى 20 ملي متر مركري، طبعا بيقيسه وهو قاعد الاول وبعدين وهو واقف. جميل. طيب بعد كده انا هنا كاتبها لك بطريقه وشرحها لك تحت بطريقه ثانيه، بس علشان تبقى برضه مع السكيما في دماغك، احنا اتفقنا ان انا هشوف اعراض نقص الكورتيزول وبعدين ابدا افحصها. بنفس الطريقه برضه هتشوف اعراض نقص الكورتيزول والالدوستيرون والاندروجين وتبدا تشوف. ماشي، هنشوف الموضوع ده ازاي. اول حاجه الكورتيزول لما يبقى قليل، متفق انا معاك ان انا عندي 3 A وحاجه قليله اللي هي الهايبوجلايسيميا وحاجه زياده اللي هي البيجمنتيشن. بالنسبه للهايبوجلايسيميا بشوفها عن طريق السويتنج، بلاقي ان ايد العيان او وشه عرقان زياده عن اللزوم. طب الحاجه الزياده الهايبر بيجمنتيشن بشوفها في الفيس والهاند، ده من بره، ومن جوه بشوفها في الميوكاس ممبرين. اخلي العيان يفتح بقه واشوف في عنده بيجمنتيشن في بقه ولا لا، مهمه جدا دي. حاجه قليله الهايبوجلايسيميا، حاجه زياده اللي هي الهايبر بيجمنتيشن. ثم بعد كده بنبدا نشوف الثلاثه ايه. الابدومينال بين هتبقى ابدومينال تندرنس، الانوركسيا مش هعرف افحصها، والايه الاخيره اللي هي الاسينيا اللي هي البروكسيمال مايوباسي اللي احنا بنقعد نتكلم عليها كل مره في الفيديوهات. خلصنا الكورتيزول، اخش على نقص الالدوستيرون. مش هشوف الا حاجه واحده بس اللي اقدر اعمل لها اكزامينشن، الا وهي البوسترال هايبوتنشن. حلو، طبعا هنبدا بقى نشوف هل في شعر عند العيان متساقط ولا لا، اللي هو نقص السكس هرمون والاندروجين اللي بيطلع من الادرينال جلاند. خلصنا كلا والف كلا وكل كلا على كلا، لن ولن يكتمل شيت الاديسون الا لما تشوف الثيرويد سويلنج بعينك، او تسال عليه بلسانك، او تحسه بايدك. وهنا احنا هنحسه بايدينا، هنبدا نعمل بلبيشن للنك نشوف فيها اي سويلنج ولا لا. تمام، خلصنا. لا برضه ممكن برضه اعمل حاجه زياده تبقى حلوه، هشوف الابدومين بتاعت العيان اشوف فيها اي سكار لادرينكتومي ولا لا. خلصنا. لا ابدا بقى شوف الليج بقى لو في مثلا بريفرال اديما ولا حاجه، عشان انت عارف ان من اعراض الاديسون ان البوتاسيوم بيبقى زياده، وده بيبقى عامل مشاكل على القلب وممكن يعمل لك هارت فيلير. تمام، واعمل بقى اكزامينشن دي الشيست والهارت. الشيست ده مهم عشان اسمع صوت
الويزز اللي عند العيان عشان اشوف ممكن يبقى دلاله العيان كان عنده تي بي قبل كده ولا لا. ما علينا، الاسطمبه ده الكلام بقى اللي هتعمله هو البيشنت از الارت اورينتد تايم بليسنت بيرسون وكونشس. الفايتال اخلي بالي ان الضغط هيبقى قليل، واقول للدكتور ان انا هقيس الضغط بتاع العيان مره وهو قاعد ومره وهو واقف. الفرق بينهم كام يا ابني؟ 20 مللي متر مركوري. عظيم يا ابني. طيب بعد كده ما انساش البالور، اقول ان العيان ممكن يبقى شاحب. طيب عايز تعملها بالتقسيمه اللي انا عاملها هنا اعملها، عايز تعملها بالتقسيمه الثانيه اعملها. انا هقول لك التقسيمه دي، وان كان انا شايف التقسيمه اللي فوق اسهل، اللي هي اللي احنا كنا قسمناهم مع بعض. هنمسك اول حاجه منطقه منطقه، الفيس هشوف فيه بالور ولا لا. تاني حاجه هبص في وش العيان اشوف فيه اي مناطق غامقه ولا لا، وبعدين اخليه يفتح بقه اشوف فيه اي مناطق غامقه جوه بقه ولا لا. ده اللي انا بشوفه في الفيس. طيب بعد الفيس هنزل على النك، هشوف النك فيها اي كلكوعه ولا لا، عشان الثايرويد سويلنج المصائب لا تاتي فرادى. لو كان في اوتو اميون ديزيز اعمل لك اديسون، وارد يبقى في اوتو اميون ديزيز اعمل لي ثايرويد بروبلم. حلو. طيب بعد النك ننزل على الابدومين اشوف في اي سكار لادرينكتومي ولا لا. تمام. بعد كده نخش على الابر ليم، هنشوف ايده عرقانه ولا لا، ونشوف شعر الابط بتاعه متساقط ولا لا، ونشوف في اي مناطق غامقه في ايده ولا لا. وطبعا البروكسيمال مايوباسي، لو دي الايدين بتاعت العيان بخليه يضمهم على بعض كده، وانا اضغط بايدي من فوق، انا اتجاه الضغطه بتاعتي لتحت. العيان لازم يتحرك عكس اتجاهي، فهقول له ارفع ايدك لفوق. ده عيان وده انا. تمام. خلصنا الخطوه دي، اروح جاي ادي ايد العيان، اروح انا جاي حاطط ايدي تحته وانا بضغط لفوق. انا هنا بضغط لفوق، فالعيان هيضغط لتحت عكس اتجاهي. ماشي. ده انا كده بختبر البروكسيمال مايوباسي. عايز تعملها بالطريقه دي اعملها، عايز تعملها بالطريقه اللي انا كنت قايلها لك قبل كده، اللي هي ان احنا مثلا بتاعه اللو كورتيزول، هبدا اشوف اقول العيان هاز الهايبوجلايسيميك سيمتوم زي السويتنج، وابدا اقول للدكتور ذير از ابدومينال تندرنس لو انت حطيت ايدك على بطنه، واشوف الاسينيا والهايبر بيجمنتيشن، اللي هي هو حاجه قليله الهايبوجلايسيميا والحاجه زياده، والثلاثه ايه. عايز تعملها بالطريقه دي اعملها، عايز تعملها انك تفحص كل منطقه بالترتيب اعملها، ولكن انا شايف الطريقه دي اسهل، ان انت تخلص الكورتيزول، تشوف هايبوجلايسيميا والهايبر بيجمنتيشن بره وجوه، وتشوف الاسينيا اللي هي البروكسيمال مايوباسي، والابدومينال تندرنس اللي هو في اي وجع في البطن ولا لا. وبعد كده تخش على الالدوستيرون اللي هو البوسترال هايبوتنشن والبريفرال اديما. تمام. وبعد كده تخش على باقي الحاجات الثانيه اللي هي الابدومينال اكزامينيشن والاندروجين القليل، وبعد كده نشوف الكاردياك والتشيست اكزامينيشن. نشوف بعض الاسئله النظري، نشوف بعض الاسئله النظري. لما اقول لك ايه هي البوسترال هايبوتنشن، هتقول ان ده when your blood pressure drop when you go from lying down to sitting up or from sitting to stand. يعني انك تقوم من انت راقد لانك تبقى قاعد ضغطك هيبدا يقل، او من انت قاعد الى انك تقف ضغطك برضه هيبدا يقل. طيب المفروض يا ابني الفرق ما بين الضغط وانت قاعد وانت واقف يبقى قد ايه؟ 20 مللي متر مركري. ايه هو الديفرنشال دايجنوزز بتاع الاوفر ويت؟ ده سهله بقى، طبعا الكوشنج والميكسيديما والسكندري دايبيتس ميليتوس، كلنا عارفين ان بيبقى فيهم اوفر ويت. اخر حاجه طبعا الاوبيسيتي والميتابوليك سندروم. ماشي. بعد كده نخش على الهايبر بيجمنتيشن ديفرنشال دايجنوزز، انا مجمعهم لك في كلمه نسمه واتنين دي. الان عندك نيلسون سندروم والنيورو فايبروماتوزس، فاكر نيلسون بتاع الزعبله اللي شال ادرينال جلاند، فالاي سي تي اتش زاد، حصل عنده بيجمنتيشن. لمين؟ الناس فاكره الكلام اهو، انا سامعك والله وانت بتقول الكلام ده واثق فيه. يعني ان النيورو فايبروماتوزس. طيب الاس سكليرو ديرما. الام عندنا اثنين، ميكسيديما ومكون البرت سندروم. الاي اكنسوزس نيجريكانس، الاثنين بي البلاجرا والبيدز جوجرز سندروم اللي هتاخدها ان شاء الله في الجراحه. مبروك، خلصنا الشتات بتاعه الاديسون، نستكمل ان شاء الله الدايبيتس في الفيديو القادم، ودمتم سالمين وبخير وبالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.